السلام عليكم، مساك الله بالخير. مبارك الدوسري، كيف الحال؟ شلونك الجلعودي؟ مساك الله بالخير. انا قلت امس، ترى الحين مخرجتنا ساره بس تجهز الفيديو، قلت ان شاء الله السومه بجلدكم اذا الحكم منصف. الحكم مو منصف والسومه هم جلدكم. وريهم الفيديو، اهداء لهم يا مخرجتنا ساره، الله يخليك. ترى ساره هم اهلاويه يا ساره، مو اهلاويه هي، يعني بين اهلاويه، اهم شيء انها ما تحب الهلال، يعني هي ما تحب الهلال. لا في فيديو اللي امس اللي قلت حق مبارك بيجلدكم السومه، بس نذكر مبارك بالحادثه والفيديو فنقول مبروك طبعا للسما والقاع ماندانيها يا مبارك. لما نقول حق الاهلاويه السما والقاع ماندانيها فعلا، يعني شوفوا الاهداء حق مبارك والجلعودي ونواف الخالدي ودكتور جاسم الهويدي ومشعل حميد، كل الهلاليه طبعا. نوريكم هالاهداء وبعدها سنعود. عزه عندك 5 طبعًا الاهلي لبستها. لا والاهلي راح يجلدكم باكر ان شاء الله، ان شاء الله اثنين للسومه، وان شاء الله ان شاء الله يكون الحكم منصف يا رب. دعواتكم يا جماعه ان الحكم يكون حقاني ومنصف ومو مثل ما تعودنا يعني قبل. السلام عليكم، مساك الله بالخير. مبارك الدوسري، شوف احنا ندري ان الدوري بيروح حق الهلال ومعطينا حق الهلال، ندري يعني خالصين من هالموضوع، بس عشان تعرف في بعض الاحيان انا قلتها من قبل، قلت الظلم ساعه والحق الى قيام الساعه. ظلم الاهلاويه الحكم بجول، بس الحق بعدين، واستمتعتوا ان شاء الله بالاربعه والهاتريك حق حمد الله وفرحتوا. اليوم يوم جميل صراحه، اليوم يوم سعيد، انطلاقه الدوري عندنا بالكويت يوم جميل يعني الحمد لله. عموما اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه، نسعد دائما بمشاركاتكم ومداخلاتكم واثراء الحلقه بمداخلاتكم من طبعا مشاهدينا وجماهيرنا اين ما كانوا. ايضا الشكر لمتابعينا في وسائل التواصل المختلفه في تويتر، انستغرام، سناب شات، دائما نسعد ايضا بمشاركتكم وتفاعلكم معنا واضافتكم لحساباتنا في هذه الوسائل المختلفه. شكر لرعاتنا وداعمينا، شركة ونرز العالمية، معقمات هايجين، مياه الترا مشكورين. شكر لشركة كوست، شكر لنظارات بلازا، الشكر ايضا لويفز بروتكشن، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيز في الكويت، شكر لدير اندير، وشكر ايضا بالنهاية لمعرض اسد للملابس الرياضية. قبل لا ارحب بضيوفنا، خل اشكر الاستاذ القدير والاعلامي القدير العم مطلق نصار، طبعا اهداني هذا الكتاب الجميل، الايقاف الرياضي بين الادعاء والحقيقه، كتاب جميل. وفي النهايه ايضا ايقاف ورحله العوده، في ايضا مقاله للاستاذ مطلق نصار يتحدث فيها عن ال4 سنوات العجاف من الايقاف. وفي داخل الكتاب طبعا يعني من بدايه خلينا نقول رفع الإيقاف، البداية في الكتاب ببداية رفع الإيقاف بصورة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مع السيد جاني إنفنتينو لما زار الكويت وأعلن رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، إضافة طبعا إلى صور أخرى مع أيضا سمو ولي العهد وأيضا طبعا الدكتور حمود فليطح وأيضا بالتأكيد مع سمو الأمير والسيد رئيس مجلس الأمة وأيضا نائب أحمد الفضل وسمو ولي العهد، يعني صور جميلة أيضا في الداخل. مشكور أستاذ مطلق على هذا الهداء الجميل، وبالتأكيد إضافة ستثري المكتبة اللي موجودة عندي، فمشكور والله يعطيك العافية، ودائما تخدم الإعلام الرياضي في مختلف المجالات، وهذا أحد المجالات أيضا بإصدارك هذا الكتاب الجميل. خلوني أرحب بضيوفنا عبر السكايبي.
رحب بالدكتور جاسم الهويدي اللاعب الدولي السابق، ونقول له مساك الله بالخير او صبحك الله بالخير دكتور وحياك الله. وقبل لا اترك لك المجال ايضا للحديث، اخونا عبد الله الشرهان يقول مبروك وسعيد فوز الاهلي، مو غريبه لو الانصاف بالتحكيم موجود من بدايه الموسم الهلال ما ياخذ الدوري. والله انا يعني حرصت اني اقرا هالتغريده عشان الدكتور جاسم يعني تكون بدايه ومدخل له للترحيب فيه. حياك الله يا دكتور، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي عزيز، وصبح عليك وعلى مشاهدينك الكرام والمتابعنا عبر يعني سكاي بي، وايضا ارحب باخوي ولاعب السالميه مسعود فريدون دكتور. وايضا يعني دكتور انت مخلي التلفزيون شغال فصاير في صدى بيننا وبينك، فاتمنى سكرته طال عمرك. اي والله تكفى. حاضر. تسلم. طبعا عزيز يعني اول شيء يعني نبارك لفريق الاهلي فوز المستحق امانه على فريق الهلال، وانا اعتقد السعاده اليوم اشوفها بويهك عزيز، اول مره اشوفك سعيد لهالدرجه، اللي حسيت ان الاهلي اللي ماخذ الدوري مو الهلال اللي الحين متصدر وهو اللي يعني على قولتهم بقمه الدوري السعودي. لا بطبيعه الحال انا دكتور، انا ترى دائما اكون سعيد لما اشوف الحق ياخذ مجراه في مباريات الدوري السعودي بالتحديد، يعني لما اشوف الحق ياخذ مجراه اكون سعيد، لكن عزيز. لما اشوف في ظلم في التحكيم لا، هني اكون حزين صراحه والبس اسود فيعني اشعر بالحزن والاسى. اصلا اخلصك انت اليوم يعني الابيض والازرق انت منور بالابيض والازرق، لا الازرق علامه فارغه. ما في ازرق يعني. هذا خل انا بفيدك بجزئيه يعني اساس تكون بالصوره. زين قبل لا تفيدنا بس خل نرحب باخونا العزيز ابو خالد مسعود فريدون. فضل. صبح عليه بالخير اللاعب السابق والمدرب الحالي، حياك الله يا ابو خالد، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور بسعيد، وصبح عليك وعلى الاخوان وعلى كابتن الكبير كابتن جاسم الهويدي. واقول لكم كل عام وانتم بخير وهيب نيو يير. مشكور كل عام وانتم بخير. حياك انت بخير. وسنه هجريه ان شاء الله ايضا مليئه بالنجاحات لكم ان شاء الله ولجميع مشاهدينا. تفضل دكتور مالي. شنو كنت بتضيف؟ انا بضيف اليوم يعني عزيز على اساس اذا تبينا نتكلم بجانب المباراه اليوم. أي يعني احنا انت بتحلل المباراه لان عندنا ملخص لها، بتحللها ولا في شيء؟ لا خلاص عايل خلنا ايه بالملخص نتكلم. احنا عندنا ملخص خاص في مباراه الهلال والاهلي او الاهلي والهلال، بنشوفه مع الساده المشاهدين ابرز الاحداث واللقطات في هذه المباراه المثيره والرائعه الحقيقه اللي انتهت بهدفين لهدف. نشوف الملخص وبعدها سنعود. احنا عندنا مباراتين بدورينا ما بدينا فيهم، بدينا مباراه فيها حماس، فيها اثاره، فيها تشويق، فيها محترفين، فيها مدربين. انت تبدي مباراة لاعبين كل الفرق الأربعة اليوم تضامن، ولا الشباب ولا اليرموك ولا الساحل، بلاعبين صغار لاعبين شباب، مباراة ما لها داعي، ما لها أي تأثير، لا تقدم ولا تؤخر في المنافسة على المراكز. فاليوم شفت الفارق ما بين هالدوريين؟ طبيعي عزيز خلنا نتكلم بكل يعني واقعية. اليوم الدوري السعودي سواء برجالاته بالاتحاد السعودي أو بالهيئة العامة للرياضة يعني قاعد يعملون باحترافية ومهنية. خلينا نقول ما بدأ الدوري إلا كانت جميع الفرق يعني حاضرة بمدربينها بلاعبينها بكل الإجراءات والاشتراطات الصحية بشكل عالي المستوى. يمكن أنا تكلمت بحلقات سابقة بأن الاشتراطات الصحيه عند نادي مثلا الهلال، لان كوني انا لاعب نادي الهلال واتابع اخبار الهلال، كانت شيء يعني كبير وشيء يعني مميز. اليوم يعني معلش لا تقارن الدوري الكويتي بالدوري السعودي مع كل تقديري واحترامي، هناك الاتحاد برجالاته وايضا باللائحه العامه للرياضه عندهم قرار، لما نتكلم عن عندهم قرار عندهم ان مثلا راح نبدي باليوم الفلاني
ما في ظلم على اي فريق، كل كوادره موجوده الفنيه والاداريه ومحترفينه. وانت نفس ما تفضلت يمكن اعطيت يعني يوسف بلالي لاعب المحترف لنادي الاهلي دزوله طياره خاصه، واكثر من لاعب ترى دزله طياره خاصه، ولكن يبقى على قولتهم الوضع في عداله لجميع الفرق، على اساس ما حد يتحجج انه والله مدربه ما جاء او لاعبينه المحترفين ما اتوا. هذا يعطيك مؤشر ان هناك عمليه احترافيه ومهنيه يقدمها الاتحاد السعودي وايضا الهيئه العامه للرياضه يعني بشكل مثالي يحتذي المفترض فيه الجميع صراحه. نعم، انا وهذا السؤال ايضا اوجهه، مو اوجهه هي كملاحظه من اخوي العزيز حج الفعم مدير فريق التضامن سابقا، يقول الفرق او الفارق ما بيننا وبين السعوديه ان الاتحاد في السعوديه وهيئه الرياضه ووزاره الرياضه في السعوديه كوزاره مسؤوله عن النشاط الرياضي وكره نشاط كره القدم بشكل كامل اقوى من الانديه، العكس عندنا في الكويت. هذا راي طبعا اخوي حج الفعم، مو رايي، راي الشخصي، يرى بان العكس تماما في الكويت. الكويت يرى بان الانديه هي الاقوى من الاتحاد، هي الاقوى من هيئه الرياضه في اداره الشان الرياضي. رايك مسعود، هل بالفعل تشارك هذا الراي؟ يعني مسعيد اشاركه طبعا، لان دام انت في جهه معي. اسمعي. الو. اسمعك. نسمعك، تفضل. طبعا ايدي بالراي هذا، دام هي في الجهه المعنيه هي تسيطر على الرياضه وتدعم الرياضه، فهذا الشيء يعني للامانه هذا قاعد يعطي ثماره في الرياضه السعوديه بشكل عام. واحنا قاعد نشوف اخر فتره شلون قاعد يتطور، في تطور كبير في الرياضه السعوديه، مو بس بالقدم، في جميع الالعاب وبالاخص بالقدم. نعم دكتور، انت كونك يعني سابقا مسؤول في الهيئه العامه للرياضه، هل تشارك ايضا اخونا حج الفعم هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذا الراي وهذه وجهه النظر؟ شوف عزيز، ايه بالنهايه هي وجهه نظر نحترمها، ولكن يبقى لابد ان اليوم المسؤول الرئيسي على رياضتنا خاصه كره القدم او لعبه كره القدم هو الاتحاد الكويتي لكره القدم. وايضا لابد ان يكون هناك تعاون، المفترض وانا كنت اقولها بالسابق ان يكون متواجد رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليوسف انه مع اللجنه الثلاثيه لاعاده النشاط الرياضي، ولكن للاسف يعني الاخوان بالهيئه العامه للرياضه واللجنه الاولمبيه وايضا وزاره الصحه وممثل وزاره الصحه خذوا القرارات بدون ما يرجعون حق الاصل اللي هو الاتحاد الكويتي لكره القدم، وهذه مصيبه. ما يصير انت تاخذ شيء من راسك اذا ما كان المسؤول عن الرياضه او المسؤول عن كره القدم حاضر معك، على اساس احنا كمتابعين واحنا كرياضيين نحاسب الاتحاد اذا اخطا. ولكن اليوم انا اقول لك صراحه، عوده النشاط الكويتي ل 15/8 بظل جميع الظروف الضعيفه، سواء لا مدربين حضروا ولا لاعبين حضروا، ويعني بالاشتراطات الصحيه حتى الموجوده اللي تخرع اللاعب قبل ما يلعب، اللي تقول انت ما تسلم على زميلك وهو يتمرن معاه تمرين ساعتين، شو ما يبوسه او ليش ما يسلم عليه؟ يعني فهمت الفكره؟ نعم. يبقى 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 انا دائما اقول هناك الاحترافيه والمهنيه لابد انها تكون حاضره مع كل تقدير واحترامي لاخواننا المسؤولين. نفتقد هذا الامر، نفتقد هذا الامر. اليوم المملكه العربيه السعوديه بدوريها او قطر بدوريها يتكلمون على ان يبون مصلحه الدوله وصوره تنقل للخارج ان هذا دورينا موجود، حال الدوريات الاوروبيه ترى. لما انت تشوف الدوري الاوروبي سواء الانجليزي او الالماني او الايطالي او ترى ما يقل شانا عن السعودي ولا يقل شانا عن القطري، لان ترى نفس اللي قاعد يصير برا قاعد تشوفه بالسعوديه بالمملكه العربيه السعوديه وتشوفه بقطر مثلا. نعم. ولكن احنا لما تشوف على مستوى يعني معلش على الترتيب احنا لا نشوف الدوري الكويتي، لان للاسف تخبطات هذا ما قاعد يسيء للدوري الكويتي ويسيء لسمعه الدوري الكويتي. هل يعقل انه والله يطلع قرارات من الاتحاد الكويتي تقول انه في دمج ودوري شغال في فرق متتنافس على حصول على بطوله الدوري؟ يعني دلاله كانك انت تقول حق المتصدر او تقول حق الوصيف يا جماعه ترى. اتمنى مخرجتنا بس تعرضك تو بوكس عشان يعني يكون يعني اسهل حق الاخوان في عرضه ايضا على هذا هو هدف. شكرا يا ساره. هذا هدف الهلال، طبعا اللقطات من القناه الرياضيه السعوديه، وكان المحلل التحكيمي
الحكم الدولي السابق الأستاذ القدير عبد الرحمن الزيد، وقال كان في خطأ على البليهي لاعب الهلال. دكتور طبعا في دعس حسب كلام عبد الرحمن الزيد. دكتور ايش رايك عزيز؟ شوفها. عزيز انا 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 اعتقد معلش اساس بس قبل لا. هو في دعس، ممكن يكون دعس بس دعس غير مقصود نهائيا، لان شوف لو لو معلش المخرج يردنا شويه الحين شوف شوف البليهي قبل ما يدوس على ريل اللاعب اساسا مو منتبه على اللاعب، ترى مو منتبه، شوف راسه فوق وعينه فوق. اي بس عقل اللاعب يا دكتور شلون الدعسه هذه؟ معلش عزيز خل اقول لك شيء، الدعسه هذه كانت الكره برا 18، يعني ممكن يقطعها دفاع، يقطعها الوسط، تكون هجمه مرتده على 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 إيه على بس عاقل اللاعب يا دكتور شلون عاقل اللاعب اللي راقبه والله انا غير مقصوده بس خل اقول لك شيء، هذه جزئيه، الجزئيه الثانيه ترى ما اثرت على سير المباراه، هو استفاد من اللقطه يعني لو لاعب ثاني يا دكتور مستفيد منها. دكتور يعني لو مو البلاهي اللي مسجل الجول نقول والله ما استفاد من سقوط اللاعب او من دعسه على اللاعب، لكن هو اللي استفاد من الجول. دكتور شلون ما عزيز ترى وراه كاريلو بنفس الشيء، يعني ما لي شغل انا انا علي منو اللي سجل الجول؟ هو دعس اللاعب، طيح اللاعب وراح استفاد من الكره. شلون انا قاعد اقول لك، لو كان هناك دعس اصلا يعني مو مقصود، لان انا اقول لك في فرق بين الدعس نفس ما صار بانت يا عسيري مع ياسر شهراني، كان داعس رجله داعس. طيب وبالتالي هذه المفترض ايضا فيها الطرد، ناس ما انت اشت بعبد الرحمن الزيد المحلل التحكيمي الخبير التحكيمي ايضا لابد ان ايضا تشيد بهالجزئيه هذه، واتمنى ما شاء الله ترجعنا ورا الحين نتكلم عن اللقطه. عبد الرحمن الزيد انت الحين تقول يعني هدف صحيح؟ هدف ما في شيء يعني. اوكي مسعود ابو خالد. لا الهدف مو صحيح، فاول. اي هذا الناس تعرف الحق ونفس الدكتور. ايش قصدك عزيز؟ لا بالعكس نعرف الحق عزيز، انا قاعد اقول لك في فرق بين الدعس ال 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 شنو الفرق؟ اصلا اعتراض اللاعب لاعب الاهلي قدام البليهي هذا بحد ذاته على اساس يبين لك انه هو بياخر اللاعب، ما شاف اللاعب. انا قاعد مثلا عيوني فوق مو عيني على اللاعب، متعمد ان انا ادوس على 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 على, على الحذاء. مع كل تقدير احترامي كان لو افترضنا هناك حكام داخل الفار وايضا عطوا الخيار لحكم الساحه وراح شافه وتاكد وقال لك هدف، يعني هل هذول كلهم الحكام غلط واحنا احنا 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 صح ولا عبد الرحمن؟ مع كل تقدير احترامي الخبير التحكيمي عبد الرحمن هو صح؟ ما يصير. طيب زين خلينا نروح حق القرار التحكيمي الثاني ونشوف ايضا راي ضيوفنا في هذا القرار. هني الحكم احتسب خطا على جحفلي فقط مع كرت اصفر، اكتفى بالكرت الاصفر. مسعود شلون شايف التدخل؟ عنيف على الكره على ريل اللاعب كرت احمر. هذا التدخل عنيف وفيها طرد للامانه، يعني حتى انا شفت اللقطه، فحتى لو تشوف ريل اليسار شلون يزرع ساق عمر السومه، يعني هذه السال فيها طرد مباشر، حكم انه نازل ريلتين يعني مو ريل واحده، لا نازل كبس. ايش المشكله مسعود؟ انه ما راح حق الفار، يعني في هذه الحاله حاله طرد مباشر المفترض انه يتاكد يروح حق الفار على الاقل انه يشوف هل تستحق طرد مباشر ولا ما تستحق. صحيح، المفروض هم اصلا بالفار ينادونه او يكلمونه عنده بشكوك فيها، واصلا بين اصلا ان عزيز احنا المدافعين لما يدش على المهاجم وينزل بريلتين ويتفس ريله واضح انه داش متعمد، يعني داش متهور، فيستحق فيها الطرد هذا للامانه. دكتور ايش رايك؟ طبيعي هذا دخول متهور من اساسا يعني جحفلي اللي هو اساسا كان خارج نطاق التغطيه بهذه المباراه. هذا الدكتور اللي نعرفه الحقاني، هذا الدكتور الحقاني اللي نعرفه مو، ولكن انا قاعد اقول لك لو انت تكمل الحاله هذه راح تشوف انت اساسا عسيري مع شهراني نفس الشيء، كان في دعس ايضا على الرجل. عزيز شوف بقول لك شيء، انت تتكلم عن اخطاء تحكيميه بوجود الفار ووجود حكم منتصف في الملعب وايضا في حكام رايه، صعب انك انت اليوم يعني انا اعتقد صعب من التكهن بان تكون هناك بعض القرارات اللي تكون فيها اخطاء يعني نادره اساسا، يعني مع كل تقدير احترامي اليوم ان كنت انت اليوم ورا الشاشه، انا ورا الشاشه، الخبير التحكيمي استاذ عبد الرحمن زيد ورا الشاشه قاعد يشرب شاي ونشوف المباراه، عكس الحكم داخل الملعب وايضا الفار يساندونه، الان قلت فرص الظلم بالمباريات عزيز، يعني مع كل تقدير احترامي تلقى الاخطاء اللي تصير نادره جدا
يعني ما كانت تذكر اصلا بالمباريات. نعم. طيب احنا انتهينا من مباراه الاهلي والهلال واحداث هذه المباراه. عندنا ان شاء الله بعد الفاصل سنتحدث عن مباريات دورينا، اكيد كانت هناك مباراتين، سنتحدث عن توقعات ايضا ضيوفنا لمباريات باكر. لكن خلوني في البدايه ارد على اخوي مبارك الدوسري ابو محمد، يعني كالعاده راد على نقطه الـ 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 يعني تقدير للاهلي، وان يعني ان الاهلي سمه والقاع ماندانيه، يقول المركز الثالث وتقول هذا طموحك كاهلاوي. انا قلت لك والله يا مبارك انت مصر على هالجزئيه، انا قلت لك الثالث بذراعي احسن من الاول مو بذراعي. تفرق يا اخوي مبارك، في فرق. فانت اليوم لما تاخذ الثالث بذراعك كانك ماخذ الاول، او الثاني بذراعك كانك ماخذ الاول. مو شطاره انك تاخذ الاول ومو وبدعم اداري، دعم مالي، دعم فرنسي، دعم ما يعني ركز على دعم فرنسي يعني. تفرق يعني يا ابو محمد. اخونا ايضا متابع رياضي يقول اتمنى تخصيص فقره لدعم الجمهور عبر رسائل فيديو بالواتساب، بحيث كل مقطع مدته 15 ثانيه وتعرضونه في برنامجكم، كون الحكومه منعت الجماهير من الحضور، وهالفقره تكون قبل المباريات او بعدها ما راح تاخذ 10 دقائق. والله يا اخوي متابع هذه الفقره او هذا الاقتراح عرض علينا اخونا ابو سند ايضا الدوسري، ورحبنا فيه وعرضنا وحطينا رقم الواتساب اللي يتواصلون فيه اخواننا ومتابعينا. لكن للاسف يعني شفنا التفاعل يعني مو قد الطموح، يعني توصل لنا فيديوهات مشاركات اول شيء طويله، واحد يدشك مشاركه دقيقتين ونص ثلاث دقائق، ان انقطعت منها قال لك هذا حطوا اللي يبونه وشالوا اللي يبونه. تجيك مشاركه مثلا ما لها شغل في 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 موضوع الرياضه، عنده مشكله ولا عنده امر معين. يعني للاسف التفاعل مع هالفقره ما كان حسب الطموح، فاحنا بالعكس يعني احنا ترى تهمنا مشاركات الجمهور، عشان كذي الاتصالات مفتوحه حق مشاهدينا، تهمنا مشاركات الجمهور، عشان كذي نطلع تغريداتكم على الهواء، وهذا الامر ترى ما يحصل في برامج ثانيه، ان التغريدات تنحط مثل ما هي بنفس الوقت، يعني انت الحين تدزي تغريده انا احطها لك على الهواء بنفس الوقت، وهذا الامر يشكرون عليه الاخوان طبعا الفنيين في القناه، اخوي محمد عز، مهندس وائل، اخوي احمد الفضلي. فهذه الامور بالعكس احنا مره اخرى نكرر دعوتنا حق الاخوان، بس نبي يعني مشاركات مثمره، يعني تكون على الاقل ايضا نطلب منهم ذكروا اساميكم، يدزوا لنا فيديو وتكون مشاركه طيبه، بس ما يذكر اسمه هم مو حلوه، يعني نحط مشاركه لا نعرف منه هذا، لا المشاهد يعرف منه هالشخص. يعني ساعات في امور تخلينا يعني نرفض ان نعرض هذه المشاركه. فبالتالي رقم الهاتف راح يكون او رقم الواتساب راح يكون موجود مره اخرى ان شاء الله نعرضه في حسابنا في تويتر، اللي حاب يشارك حياه الله ونسعد بمشاركاتكم. فاصل وبعدها سنعود. صباحكم الله بالخير وحياكم الله يا الأهلاوية الفرحين اليوم بالانتصار المستحق، والنصراوية اللي فايا أيضا انتصار مستحق، ولا عزاء للهلالية ربع الدكتور ومبارك الدوسري والجلعودي ونواف حزينين اليوم أكيد. يعني أنا توقعت الدكتور يعتذر عن الحلقة اليوم، لكن الحمد لله يعني كانت الأمور طيبة يعني بالنسبة له وكمل يعني ويانا روحه رياضية، يعني الدكتور يتقبل الهزيمة والخسارة، الهزيمة والفوز. ترى هلا دكتور تفضل، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير عزيز. بقولك شيء، ممكن اثنين ماي دكتور يعني لو سمحت؟ شلون؟ اثنين ماي لو سمحت. حاضر. مسافي تبي اجيب لك مسافي؟ اثنين نبي اثنين. اول شيء عزيز ترى للعلم مو بس ترى انا، جميع الجمهور الهلالي لما نشوف ان الهلال يعني ما يلعب بشكل مطلوب ومستواه يعني مثلا بالمباراه متراجع ومثلا ما قدم شيء، طبيعي ترى يكون يعني في صدر رحب وعادي يتقبل هزيمه بشكل رحب. ولكن احنا نزعل متى؟ لما يكون الهلال مقدم مستوى ويخسر. اليوم الهلال ما قدم مستوى صراحه، يعني انا قلت لك بدايه كلامي قلت لك ان الهلال مدربه للاسف ما احترم فريق الاهلي، انتهى عشان كذي خسر الهلال.
طيب خلينا نروح حق دورينا اليوم. السونف الدوري رسميا طبعا بغض النظر عن مباراة الكويت والنصر اللي كانت مؤجلة، اليوم كانت مبارتين في الدوري الممتاز ومبارتين في الدرجة الأولى. مبارتي الدرجة الأولى ما في أي تصوير لهم للأسف، ونعتذر من الإخوان. انتهت طبعا خيطان خسر من جهرة 2-1، والفحيل فازوا على الصبيخات 3-1. أما في الدوري الممتاز كانت هناك مبارتين تابعهم زميلنا خلف العنزي وأعد لنا هالتقرير. عادت الحياة من جديد لملاعبنا بعد غياب استمر 6 أشهر. العودة جاءت مشروطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي. خيم الهدوء على أرجاء استاد نادي الشباب بسبب الغياب الإجباري للجماهير الرياضية. والله هي في البداية كانت صعبة بالنسبة لنا كاشتراطات، وانت عارف المرض اللي حاش العالم كله، فكانت صعبة بالبداية، بس الحمد لله مع الوقت تأقلمنا مع الموضوع، وصار الموضوع يعني بالعكس سهل وضروري ان نرجع للرياضة. كإداري الفريق الأول ما تكون متخوف إصابة أي لاعب من لاعبينك ممكن يبعدك عن المباراة نهائيا الفريق كله؟ والله شوف، احنا خلينا نقولك شغلة، الأمر هذا احنا دوري عليه ان نسأل اللاعبين هل تحس بشيء، هل الأمور هذه عشان نتفادى مثل ما قلت انت الإصابات اللي المرض أي واحد احنا قاعد نشوفه يحس عارض خفيف قاعد نعزله تماما على الفريق، والحمد لله الامور معانا احنا الحمد لله ما شفنا الامور هذه لسه، يعني الحين ماكو شيء. جهزنا كاشراف من اداره من الهيئه كتاب من اداره النادي، وفروا لنا معقمات وفروا لنا هذه، ويعني انجزنا ما ادري شو اقول لك، يعني اللي قدرنا عليه انجزنا بكل من ناحيه شنو قياس الجماهير، ان فقدنا الجماهير وما في جمهور، بس طبعا هذه الايام هذه سالفه كوفيد كورونا سويت مشكله، الجمهور ما قاعد يحضر لنا، ممنوع من هذه شلون، يعني اللاعبين قاعد نقيسهم اول ما يتش من الباب ناخذ عليه قياس وناخذ عليه تعقيم كامل عندي على جهاز عرشان وبس، وهذه هي يعني. الهيئه وفرت المعقمات؟ لا والله انا وفرت من الاداره النادي. مباريات الجوله 15 من دوري STC الممتاز اسفرت عن تعادل ايجابي بين الشباب وضيفه التضامن. افتتح التسجيل للشباب فيصل سعيد، وعادل النتيجة سليمان صعب للتضامن. عبد الوهاب لصليلي سجل للضيوف الهدف الثاني، وعادل النتيجة البديل أحمد يونس، لتنتهي المواجهة بالتعادل بهدفين لكل فريق. وفي مواجهة أخرى استضاف فيها اليرموك نادي الساحل، انتهت نتيجتها أيضا بالتعادل الإيجابي. سجل اليرموك النجم الشاب عبد الوهاب العوضي بمجهود فردي رائع، وسجل هدف التعادل للساحل محمد جمال العتيبي من علامة الجزاء، لتنتهي المواجهة بهدف لكل فريق. شكرا لأخوي خلف العنزي، بالتأكيد الشكر للأخوان القائمين على الملعبين سواء ملعب الشباب أو ملعب اليرموك قيمة عليه المباراتين، أيضا يعني المجهود اللي بذلوه الأخوان القائمين على الملعبين الله يعطيهم العافية. إن شاء الله بعد شوي أيضا عندنا لقطات لتعقيم ملعب الصداقة والسلام، أيضا في فيديو خاص لهذا التعقيم والترتيب للمباراة، فالله يعطيهم العافية الأخوان. يمكن الفيديو جاهز مع الأخوان نشوف قبل لا أخذ التحليل الخاص في المباراتين. طبعا وصلوا لي الاخوان مشكورين تعقيم الاستاذ صداقه والسلام، اذا مخرجتنا بس ما عليها امر تعرض هاللقطات، شكرا. تعقيم الاستاذ وغرف الحكام واللاعبين، هذا المجهود اللي قاعد يبذلونه الاخوان في نادي كاظمه، مشكورين. وحسب ايضا ما عرفت ان هذا ايضا مثل ما قال اخوي مسؤول ملعب الشباب ان هذه الامور كلها متكفل فيها النادي،
فهذه امور يعني ترى مكلفه. فاليوم اتمنى من الاخوان في الهيئه العامه للرياضه، الاتحاد الكويتي، انا ما ادري منو اللي مفترض انه يساعد الاخوان، لان بالنهايه هذه ايضا مواد مكلفه، مواد التعقيم، المعقمين اساسا شركات التعقيم، يمكن في بعض الانديه تستعين بشركات، فبالتالي هذه ايضا امور تكاليف زياده على الانديه. نتمنى تكون في مساهمه ايضا من الاخوان لتقليل، على الاقل تصير مثلا بالنصيفه، والله لا يعني جزء علينا جزء عليكم، يعني تسهيل الامر. انا ما ادري صراحه هل الاخوان في الهيئه هم متكفلين بكل الامر او الاتحاد، لكن حسب اللي عرفته ان بعض الانديه من 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 جيبهم الخاص هم اللي قاعد يعقمون ملعبهم استعدادا لمباريات الدوري. خلا اروح حق ابو خالد، ابدا مع اخوي مسعود، كون المباراه الاولى تخص فريق الشباب. ابو خالد، يعني مباراه حلوه باهدافه، يعني اليوم شفنا اهداف اربعه، البعض يقول ها ما دام في اهداف اربعه يعني المباراه حلوه، انت ايش رايك؟ هل بالفعل المباراه كانت حلوه وممتعه؟ للامانه تبي اتكلم واقعيه، مباراه ما فيها شيء تقدر تحللها او تقدر تستفيد منها. الشيء الوحيد اللي كان حلو انه عوده النشاط، عوده الدوري، عوده الروح للاعبين، عوده الروح للرياضه، هذا الشيء الايجابي اللي كان فيه. ولكن اليوم انا اتكلم من ناحيه نادي الشباب، اليوم هذه فرصه للاعبين المحليين بحكم ان عندنا مدرب جديد قاعد يراقب اللاعبين، يبي يعطيهم فرصه ويشوف. اعتقد احنا بنكمل الدوري في اللاعبين الموجودين، ما عندنا محترفين ولا لاعبين من برا النادي، فاحنا راح نكمل الدوري في هذا المجموعه هذه. والمدرب محتاج وقت يعني يشوف اللاعبين عن قرب اكثر واكثر. يعني تدري انت كابتننا مدربنا وصل قبل 5 ايام يمكن، ف انا ممكن كنت متوقع انه يكون الاداء شيء سلبي. اليوم اداء اليوم ما كان ذاك المستوى، خاصه في الشق الدفاعي ومنظومه الفريق في المنظومه الدفاعيه. ولكن احنا كان فائدتنا، اكون كل صريح معاك، انك انت ترد تلعب مبارياتك بعد 6 اشهر، لياقه المباريات، حس المباريات، حماس المباريات. انا توقعت ان تكون المباراه اليوم حماسيه، فيها ند، فيها روح، فيها رغبه. اليوم حتى من الفريقين يعني ما في شيء يذكر، يمكن الرغبه شوي اكثر من الشباب نادي التضامن، كان افضل افضليه عندنا يعني عن كم لاعب يعني. ولكن المباراه بشكل مجمل عام ترى مباراه سلبيه، ما في شيء يعني ولا جمله واحده تقدر تحللها وتقول ان هذه الجمله فنيه يعني تستفيد منها وتحللها. نعم دكتور، شلون شفت مباراه الشباب التضامن؟ شوف عزيز، يعني خلينا نتكلم من الجانب ان يعني الوقف اثر على بطبيعه الحال على مستوى الفرق كلها وليس بس الشباب والتضامن. ولكن يبغى احنا دائما نقول الشباب اليوم يختلف تماما ما كان بالسابق قبل 6 اشهر. الشباب كان وايد افضل من الناحيه الفنيه، من ناحيه المستوى، من ناحيه الانتشار، من ناحيه الاستحواذ. ولكن يبغى تدري انت راد من فتره طويله، بطبيعة الحال راح تأثر على فريق الشباب، تأثر على فريق التضامن، تأثر على أي فريق حتى الكبار بمستواهم. لأن تدري اللاعب بالنهاية عدم الاستمرار باللعب بطبيعة الحال يتراجع من الجانب الفني. ولكن أنا أعتقد اليوم ما يميز هذه المباراة هي الأهداف، ولكن مجملها كمستوى مستوى جدا ضعيف. نعم أبو خالد، أيضا رأيك بالأداء التحكيمي خلال هالمباراة؟ شفنا يمكن رجعوا للفار ايضا في هدف التعادل للتضامن، شفنا ايضا ركله الجزاء. يعني الطاقم التحكيمي بقياده احمد العلي شلون شفته؟ للامانه كابتن احمد علي يعني شهادتي فيه مجروحه، للامانه من افضل الحكام عندنا بالكويت او حتى في الخليج. يعني احمد العلي شهادتي فيه مجروحه. هذا شيء طبيعي انه يكون ترى في اخطاء بسيطه من الحكام بحكم انك انت اخر مباراه محكمينها قبل 6 اشهر او 7 اشهر. واحنا ندري ان التحكيم عندنا بالكويت لا في محاضرات، لا في مثلا امور انك انت تسوي تفكير كل مره وانك تجتمع فيهم. احنا اليوم قاعد نكمل الدوري، راح تشوف فيها اخطاء وايد، فيها اخطاء حتى يمكن تشوف بعض الحكام. انا عندي حكم الرايه ما اذكرني اسمه وزنه زايد اليوم، حكم الرايه كان مو متوفق حتى بوقفته، في حتى برفعه الرايه، حتى برقبته، في امور يعني لازم نتغاضى عنها بحكم ان احنا اليوم بوضع استثنائي. اليوم احنا يعني
تتكلم انت مسعيد عن 6 أشهر انك انت ممارس رياضه، ترى هذا شيء مو سهل حق اي رياضي سواء لاعب او حكم او مدرب، انك انت تبتعد كل هالفتره تحتاج وقت كبير عشان ترجع، شيء عامل ذهني عامل نفسي، حتى وقفتك في الملعب تحتاج وقت. فانا ما الوم الحكام للامانه، في اخطاء في اخطاء، ولكن هذا شيء طبيعي. نعم دكتور، رايك بالاداء التحكيمي في المباراه عشان نروح للمباراه الثانيه؟ انا دائما اشيد بالاداء التحكيمي، يعني خاصه ليس بس مقتصر على كابتن احمد العلي، ولكن على جميع حكامنا الوطنيين اللي قاعد يعني يمثلون تحكيمنا بشكل مميز. وانا دائما اشيد على ازر التحكيم، لان احنا بالنهايه لابد ان يكون عندنا حكام على مستوى عالي. متى ما كان الحكام على مستواهم العالي، متى ما كانت مستوى المباراة يطلع بشكل مميز ورائع. ولكن يعني اللي قاعد نشوفه أمر طبيعي. أيضا أنا دائما أقول الابتعاد عن الرياضة بفترة طويلة قاعد يأثر أيضا على مستوى التحكيم، وهذا أمر طبيعي. يعني نعم. التحكيم أيضا راح تشوف مستواه راح يكون الأفضل بالمرات القادمة. ولكن أنا برجع عزيز على جزئية التعقيم اللي قاعد نشوفه بملعبنا. نعم. بالعكس هذا شيء إيجابي ونقطة إيجابية تحسب حق من عمل على سواء النادي نفسه ودفع من جيبه الخاص أو من قبل الهيئة العامة الرياضة واللجنة الثلاثية والاتحاد أيضا يشكرون عليه. ولكن لابد أيضا أن هذا أكيد عبء مالي على النادي، لابد أنه يعوض من قبل الهيئة العامة الرياضة، تعوض أي نادي اللي قاعد يصرف من خزينته. وبالتالي هذا شيء استثنائي بالنسبة لرياضتنا، ولابد أن على الهيئة العامة الرياضة أن تعوض هذه الأندية. نعم خلوح حق المباراة الثانية أبو خالد، اليوم أيضا تعادل إيجابي بين اليرموك والساحل. اللي ميز المباراة يعني يمكن مباراة الشباب والتضامن، شفنا نجوم كبار، شفنا عبد الهادي خميس، شفنا مثلا فيصل عجب، شفنا عمر أبو حمد، شفنا الأسماء اللي يعني متعودين أنها تتألق في ملاعبنا. لكن اليوم شفنا في مباراة اليرموك والساحل أسماء شابة يعني أبرزت دورها، وخلينا نقول تألقت، خاصة يعني صاحب الهدف الأول أو الهدف الوحيد لليرموك شفنا مجهود فردي رائع. فاليوم في المبارتين هم شفنا وجوه شابة صراحة، وهذا الأمر الجميل في هالمبارتين. للأمانة أبو مسعيد مباراة الساحل واليرموك يعني ما تقل مستوى عن مباراة شباب التضامن، ولكن الفرق أن اليوم خلينا نتكلم بنادي الساحل. نادي الساحل اليوم تعاقد مع جهاز فني جديد بكابتن يوسف جالي. يوسف جالي طبعا كان مدرب تحت 20 في نادي الساحل، فأغلب المجموعة اللي كانت معاه صعدها اليوم ولعب. اليوم شفت أنت نادي الساحل اليوم قدم على المجموعة اللي عنده، أدى أداء مميز على الإمكانيات اللي عنده. أنا عندي اليوم الساحل كان أفضل من اليرموك. تي عين برا يعني جانب نادي اليرموك، يوم نادي اليرموك عنده عثمان الدوسري لاعب نجم للأمانة، يوسف العتيبي، عبد الوهاب فيصل أحرز. يمكن أنا اليوم أنت تبي شيء حلو اليوم صار بالرياضة، عودة الرياضة والهدف اللي سجله نادي اليرموك لي من كرة ثابتة هجمة مرتدة بأقل عدد لمسات وصل للجول وأقول جول، والأمانة من زمان أنا مشاهدتي جول حلو. فأنا الأمانة اليوم اللي شدني بنادي الساحل إن المجموعة الشابة اليوم كان فريق منظم، كان فريق قاعد يحاول إنه يلعب كرة على الإمكانيات الموجودة اللي عنده. كابتن يوسف جالي للأمانة نادي الساحل سوى على التوليفة المتوفرة شكل فريق شوي كان شكليا أفضل من نادي يرموك. نعم. نادي يرموك فيه لاعبين خبرة ولاعبين يعني أحمد هاني، هاشم عدنان، محمد الغريب، نشيم الحارس، الأمانة يوسف نجف، عزبي شهاب، هذا كان موجودين من الموسم الطاف. ولكن في أسماء جديدة دشت على نادي يرموك، له عثمان الدوسري وعندك يوسف العتيبي وعبد الوهاب فيصل. الأمانة هذا شباب خذوا فرصتهم اليوم وأثبتوا حق نادي يرموك إنه في وجوه شابة يعني لها مستقبل نادي يرموك. نعم. وهذا اللي تعودناه دكتور، يعني خاصة يعني الأندية الأخرى خلينا نقول تنجب لاعبين لكن نشوفهم ينتقلون بعد ذلك إلى أندية أخرى. يعني اليوم شفنا المجهود الفردي للعوضي عبد الوهاب العوضي، أو مثلا الدوسري اللي تكلموا عنه الإخوان، أو يعني نشوف أسماء قاعدة تبرز، ولو كملت تروح حق أندية أخرى، وإذا ما كملت نشوفها تختفي. فاليوم نتمنى استمرارها مع أنديتها حتى تصير منافسة يعني متعادلة بين كل الفرق.
والله اكيد يا عزيز، احنا ايضا نشيد ايضا المسؤولين بالانديه انه يحافظون على لاعبينهم المتميزين الشباب اللي لهم مستقبل ويقعدون بانديتهم. اضافه على ذلك لابد دور الاتحاد ايضا انه يقلص عدد اللاعبين الموجود بالسكورشيت حق الانديه. يعني ليش انا عندي 35 لاعب اما انا اخلي 25 او 26 او 28 لاعب وعندي 8 لاعبين اقدر اوزعهم على الانديه؟ تصور انت عندك القادسيه 8 لاعبين، والكويت 8 لاعبين، والعربي 8 لاعبين، والسالميه وكاظمه، عندك تقريبا لما نتكلم عن 70 خلينا نقول 65 لاعب، ها انت شلون بين الانديه، انديه الكويت خلينا نقول اللي يعني مستواها بالمتوسط واللي ومستواها متواضع، راح تشوف المستوى كله راح يرتفع سواء الانديه اللي تحت ولا الانديه الكبيره، الكل راح يلعب. ولكن انت المشكله الانديه الصغيره لما تكون عندها بعض اللاعبين المميزين، نشوف السنه الجايه عند الانديه الكبيره ما يلعب، بس مجرد ان انا خذيته من نادي الساحل او خذيته من نادي اليرموك وخليته عندي بناديي وموجود بسكورشيت بس ما قاعد يلعب، فايش الاستفاده؟ انت ما اعطيت اللاعب حريته انه يلعب ويقدم مستوى افضل، ما اعطيته ايضا انه ممكن انه يوصل حتى حق المنتخب، لان انت حرمته من هذا الامر، انت خذيته بس مجرد اني انا اخذ هذا اللاعب واخليه عندي بعد سنتين ممكن العبه او افكر اني العبه، وبالتالي انت حركت اللاعب ويرجع مستوى اللاعب من الصفر. ولكن هذه الاشياء امانه لابد ان يعيها المسؤولين بالانديه الكويتيه، حفاظكم على لاعبينكم هذا شيء مطلب اساسي. اضافه على ذلك اليوم دور الاتحاد على انه يقلل السكور شيت الموجود عند الانديه. نعم، رايك مسعود بحكم مباراه او طاقم التحكيم بشكل عام في مباراة اليرموك الساحل عبد الله الجمالي واخوانه، في اي ملاحظة؟ لا والله كان اداء ممتاز اليوم، حتى يمكن ما رجع للفار الا مرة واحدة يمكن. نعم. اوكي، كان مجمل المباراة اقول لك يعني كانت يعني شوف عزيزي اليوم مباريات تساعد الحكام، اليوم ما في كان ذاك يعني صح حكم انه اول مباراة ما راح تشوف انه في احتكاك، في حماس، في قوة، في جمهور، في لا يعني الحكام راح يعني يوم نوعية المباريات ومستوى المباريات تساعد الحكم انه يطلع بصورة حلوة يعني. نعم. فهذا الشيء يعني الجانب البدني، يعني انا كان ملاحظاتي على الجانب البدني اكثر على الجانب التحكيمي يعني عند الحكام اليوم. نعم. دكتور رايك في الامور التحكيمية في مباراة يرموك الساحل؟ والله انا يعني اكد على جزئية ان الحكم اليوم رايح يحكم نفس المباريات او نوعية المباريات، انا اعتقد رايحه كانه يعني بس يؤدي واجب وينتهي او ينتهي منه. ليش؟ لان انت الكل يدري ان الاخوان سواء بالساحل او اليرموك او اللي قبلها الشباب والتضامن يعني يدرون ان السنه الجايه دوري دمج، وبالتالي يعني الكل قاعد يدري انه بس مجرد اني انا بكمل هذا الدوري بالطول بالعرض بكمله لان احنا ضامنين نفسنا. عكس مع احترامي لو كان هذا القرار متاخر من قبل الاتحاد راح تشوف الوضع يختلف تماما. نعم. راح في هناك صراع على الهبوط، وممكن ان كل واحد يبي ينافس ويبي ممكن حتى المستوى يتغير، ولكن نعم. فكره الدمج واصدارها بالوقت السابق انا اعتقد اثرت على النوعيه من هذه الفرق. نعم. عموما بنروح لفاصل اعلاني وان شاء الله بعدها سنعود، لكن بما أننا تكلمنا عن الجانب التحكيمي في الجزئية الأخيرة أنا عندي معلومة وأتمنى، وهذه يعني أنقلها للأخ العزيز الأستاذ أحمد عقلة العنزي نائب رئيس اتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس سجنة الحكام. أبو عثمان نما إلى علم، نما إلى علم، وهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ أتمنى تتأكد منه. هي معلومة وصلت لي إن اليوم يعني أقصد يوم الخميس تم عمل اختبار لحكم واحد، حكم واحد بروح، أنا ما إلى علمي يا أبو عثمان، ها حكم واحد بروح يا أبو، قالوا له تعال نسوي لك اختبار لأن عندك مباراة اليوم حق فريقين مهمين اليوم يا أبو، سووا له اختبار، طبعا ما في أحد وياه ولا أحد، ما حد يدري نجح ما نجح شنو سوى بالاختبار، ما حد يدري، لكن حسب ما نقل بأنه هو نجح وراح يعطونا المباراة. ليش ما اختبر معاهم في مع مجموعة الحكام؟ ما أدري، الله أعلم، العلم عندك يا أبو عثمان. المعلومة الثانية يا أبو عثمان نما إلى علمي بأن فيها المباراة هذه أيضا بيحطون حكم فار ها، مو مسوي اختبار مع الحكام ولا تم اختباره ولا يدري عن اختبارات الحكام ولا يدري عن شيء. هل هالمعلومة صحيحة يا أبو عثمان ولا غير صحيحة؟
نما الى علمي. مباراة مهمة اليوم، ها مباراة يعني هذا الوضع حق مباراة مهمة. هل هذا الكلام صحيح يا ابو عثمان ولا غير صحيح؟ فاصل وبعدها سنعود. صباحكم الله بالخير. اليوم ان شاء الله في ثلاث مباريات، مبارتين يعني بالتاكيد لفرق جماهيريه، خلينا نقول القادسيه مع احترامنا لكاظمه والنصر، لكن اليوم قادسيه والسالميه مباراه مهمه، والعربي والكويت ايضا مباراه مهمه، وكاظمه والنصر بالتاكيد ايضا مباراه مهمه. دكتور يعني بما انك سلماوي، شلون شايف مباراه القادسيه والسالميه؟ يعني امس في تدريبات القادسيه ذكروا الاخوان القدساويه بان السالميه اجهز من القادسيه وتقريبا هو الاقرب للفوز في المباراه. شوف عزيز، يعني يمكن تكلموا عن جانب يعني مهم، لان السالميه يمكن بدا بشكل مميز، تحضيراته البدنيه والفنيه، لعب اكثر من مباراه تجريبيه مع الكويت، لعب مع العربي، يعني من ناحيه الفنيه هو ممكن يكون اجهز، ولكن بخلاف نادي القادسيه، يعني الكل يدري نادي القادسيه وظروف نادي القادسيه بعدم وجود مدرب، بعض اللاعبين اللي قاعد يشرفون على تدريبات يعني اللاعبين، ولكن يتم القادسيه هو القادسيه، يعني ما فيها روح تعال. يعني انا يعني كنت ضد، حتى لما ناقش الربع كنت قبل بالسابق اتكلم لما كان القادسيه يحصل على بطولات، ترى القادسيه لو تجيب تحط له على قولتهم اداري ممكن ياخذ بطوله بالفريق اللي عنده، فالقادسيه دائما يعني على قولتهم بالموجود، فبنجومه بلاعبينه، وممكن انه ممكن يعني يقدم مستوى. ولكن انا لما اتكلم بواقعيه، السالميه يمكن يعني، وانا دائما اقولها، يلعب مباريات كبيره امام الفرق الصغيره، ياتي امام الفرق الكبيره يتعثر، تلقاه مستواه يعني متراجع، تشوف بعض اللاعبين الكبار والخبره اساسا مستواهم عادي، اللاعبين المحترفين اللي انا قاعد اقول عليهم علامات استفهام كثيره، يعني ما الحين ما اعطونا الصوره اللي تعكس لاعب محترف او اداءه بداخل فريق نادي السالميه. هذا شيء، ولكن انا اعتقد المباراه اكيد مصيريه بالنسبه حق الفريقين. انا اتمنى ان السالميه يفوز، ولكن ايضا اليوم الخصم هو القادسيه، يبقى القادسيه بكل ظروفه، يبقى القادسيه هو القادسيه، وايضا القادسيه يطمح انه يفوز على اساس يواصل يعني الصداره مع نادي الكويت. وبالتالي انا بوجهه نظري عزيز، يمكن انت تطرقت حق الحكام واللي عمل على قولتهم يعني اختبار واللي ما عمل اختبار، ممكن هذا الشيء انا اعتقد بوجهه نظري وكل حياديه اقولها على الاتحاد أمانة، يعني شوف أنا مع الحكم الكويتي، ولكن بهذه الظروف الاستثنائية يعني أنأ بنفسي من الشك وأبدي أجيب حكم من دول الخليج على أساس يدير هذه، وأرفع الحرج عن نفسي. مباراة الكويت مع القادسية، مباراة القادسية مع السالمية، العربي مع الكويت، القادسية مع يعني المباراة الكبيرة اللي فيها يعني نتيجة ممكن تؤثر، انا اجيب حكم من برا على اساس ايضا اطلع من الشك كله وابتعد نهائيا عن هذا الامر، وايضا احمي حكامي. اما 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 تدري لو بكره يصير شيء ممكن باكر على قولتهم تصير كارثه عندنا، انه والله لا والله الحكم اعطى القادسيه او اعطى السالميه على اساس يعطى القادسيه، افلام تطلع وسيناريوهات تصير وافلام ما لها داعي. فانا لا. انا لو مكان الاتحاد كنت اجيب حكم خليجي يدير هذه المباراة، والله حتى لو أخليه أجيب ثلاث حكام وأخليهم لي نهاية الجولات المتبقية من الدوري. نعم. وأطلع على قولتهم أنأ بنفسي من الحرج والشكة. نعم أبو خالد، شلون شايف مباراة القادسية والسالمية؟ خلينا نتكلم شوي بواقعية. اليوم السالمية أجهز فنيا، حتى أجهز من المحترفين، حتى أجهز من نوع اللاعبين المحليين، حتى اجهز من اعداد البدني اللي بلشوا قبل هذا اللاعبين القادسيه. يمكن انا يضيق خلقي قلعه انا اسميها نفس نادي القادسيه، انه يبلش موسمه ما يملك مدرب او ما يبي يستعين في اي مدرب سواء وطني او من المراحل اللي عنده بالنادي، ويخلي ان اللاعبين يديرون حصص تدريبيه. فهذه الامانه ترى هذا اقول لك راح تاثر سلبي مو الحين، في بداية الدوري الجديد أو بنص الموسم راح تشوف إن الإعداد السيء للموسم للقادسية ما راح يبين ببدايته، في نص الموسم راح تشوف إن القادسية في دروب
كبير وراح المدرب القادسي يقول انا ما راح اتحمل المسؤوليه بحكم اني انا ما درت الاعداد الموسم. فانا اتوقع السالميه اقرب للفوز. السالميه استقرار فني اداري محترفين لاعبين بدا الموسم باول يوم. فاتوقع انا اقول السالميه اقرب للقادسيه. القادسيه يملك نجوم يملك لاعبين لاعبين خبره لاعبين منتخب لاعبين نوعيه ان يخلصوا لك المباراه من اقل من لا شيء. ولكن اليوم خلينا نتكلم في منطق. اليوم انت كره القدم مثلث. اليوم لاعبين في جهاز فني جهاز اداري. اليوم انت تملك جهاز اداري تملك لاعبين ما تملك جهاز فني. شلون تبتلع مباراه؟ لا تقول لي مدرب عن بعد مدرب بالتلفزيون ولا بالكاميرات. هذه ما تدش العقل. لازم يكون في مدرب للامانه. انا كنت متوقع ان يستعينون في احد من المدربين ولكن ما ادري شنو كان الهدف للقادسيه. يمكن القادسيه قاعد يعاند نفسه. طيب خلينا نروح حق المباراه الثانيه العربي والكويت. دكتور شلون متوقع شنو متوقع حق هالمباراه؟ شوف يعني انت اليوم تتكلم عن الاستقرار تتكلم عن الثبات عند نادي 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 الكويت لان نادي الكويت هو متصدر وايضا حضر نفسه حق المباريات الدوري بشكل مميز. وجود الجهاز الاداري وجود الجهاز الفني مشرف على 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 لاعبينه. مستوى بعض اللاعبين صحيح يمكن الكويت ما قاعد يكون الكويت اللي قبل سنتين وثلاث سنوات ولكن يتم الكويت قاعد يقدم نفسه بشكل مميز خاصة أنه دائما يقدم نفسه هو البطل بهذا بكل مباراة يلعبها. ولكن أنا أقول لك العربي أيضا ما راح يكون العربي اللي انتهينا منه قبل كورونا. راح يختلف تماما العربي حتى لو كان يعني استعادة أكثر من لاعب الفريق ودخولهم متأخر إلى 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 معسكر العربي ولكن يبقى يعني مباراة يعني ما راح تكون سهلة بالنسبة حق الكويت ولا أيضا راح تكون سهلة حق العربي. ولكن لما تيجي تقول لي عن وجهة نظري أنا أرجح الكويت للفوز على العربي. أبو خالد أنا أؤيد كابتن جاسم الغويدي اللي ماذا قالها تبي ترجح الكفة بين العربي والكويت. المنطق يقول لك الكويت ولكن هذه المباريات بينهم بين الكويت والعربي آخر مواسم قاعد نشوف فيها ند شوية يتغلب فيها الكويت ولكن تشوف العربي محاضر في المباريات. ولكن خلينا نتكلم بمنطق واقعي. اليوم نادي الكويت نادي يعني الأميز بالكويت عندنا بالنوع المحترفين حتى في جلب اللاعبين المحليين يدور أميز لاعبين في الأفريقية ويجلبهم. للأمانة الكويت اليوم حاضر عنده تلقى أفضل جهاز اعداد بدني بالكويت. نادي الكويت عنده كل الامور اللي تساعده يكون بصداره الدوري او يحقق البطولات. اليوم نادي الكويت نادي احترافي بشكل عام. فاتوقع النادي الوحيد اللي كان هو جاهز وراح تشوفه جاهز فنيا. وحتى شفتوا اليوم شفنا نادي الكويت مستوى الفني ضد نادي النصر كان يعني من ناحيه بدنيه من ناحيه خططيه من ناحيه فنيه وكل شيء كان مميز في نادي الكويت. ونادي الكويت اليوم واضح انه ما يملك صف واحد يملك صفين. نعم نقرب نادي الكويت. طيب آخر مباراة كابو النصر يعني صحيح مباراة يعني ممكن ما في اهتمام جماهير كبير لكن بالنهاية أول ظهور لكاظمة بعد التطورات اللي حصلت في موضوع الرباعي دكتور وموضوع التغييرات اللي بتتم بالفريق فالأنظار يمكن كلها على فريق كاظمة. شوف فريق كاظمة أنا أعتقد بالأجهزة الفنية الموجودة والإدارية المتواجدة مع الفريق قادرين إنه يردون كاظمة إلى 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 الطريق الصحيح. خاصة إنه ما ينقص كاظمة أمانة شيء. نيت على من رئاسة النادي أخوي أسعد البنوان ومجلس إدارته يعني كلهم رياضيين الأغلب رياضيين. إضافة إذا لقيت على الجهاز الإداري للفريق تشوف أخوي فواز بخيت تشوف أخوي بدر حجي تشوف عصام سكين تشوف لاعبين كبار قدموا الكره الكويتيه وهم ايضا على 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 يعني على راس الجهاز الاداري. مدرب ايضا كان جمال يعقوب وايضا يعني من خيره المدربين احنا يمكن انا عصرته يعني كاظم ما ينقصه شيء ولكن تدري الظروف اللي دائما كل سنه يخرج فيها كاظم انا هذه اللي مستغرب منها. ولكن اليوم اللاعبين الخبره الموجودين والإداريين الخبرة الموجودين بنادي كاظمة يعني يقدرون أن يردون كاظمة إلى مستواهم الطبيعي. أما بخصوص نادي النصر مع كل تقدير احترامي نادي النصر اليوم أنا قلت لك إذا كان باليرموك والشباب والتضامن حال ترى النصر لأنه رأى أن اليوم دوري دمج وبالتالي قاعد يقدم بس مجرد أني أنا قاعد أكمل الدوري يعني هو قاعد يلعب المباريات بس لجل على قولتهم
اكمل الدوري بدون ما على قولتهم ان اطلع بصوره مميزه او اطلع بصوره متراجعه. بالنهايه هو الفريق المدرب الموجود قاعد يأهل المجموعه حق الموسم القادم، وهذه الفكره. وكل الانديه الان تشوفها باخر الترتيب او منتصف الترتيب قاعد يسوون نفس الطريقه، لان هم بالنسبه لهم انتهى الدوري. الدوري نعم. بين ثلاث انديه، القادسيه، الكويت، الساميه، انتهى. نعم. هذا الدوري بين ممكن العربي ممكن يدخل طرف، ولكن يبقى يعني محصور بين هذه الفرق. اما طيب. اما البقيه انا اعتقد قاعد يلعبون بس مجرد تحصيل حاصل او معنى صح يعني تحسين الصوره اللي هم كانوا عليها. نعم. ابو خالد توقعك لمباراه كاظم والنصر؟ الأمانة انا اشوف النصر اقرب، لا النصر عند اللاعبين وعند المحترفين المميزين اقرب من نادي كاظم. نادي كاظم اخر سنوات ما قاعد يستقر باستقرار فني لا محلي ولا من اللاعبين المحليين ولا اللاعبين المحترفين. اشوف انا النصر اخر فتره اوكي ترتيب نادي النصر سيء، ولكن يقدم مباريات كبيره نادي النصر في نوعيه عندهم لاعبين المحترفين ولاعبين المحليين المميزين. نعم. اتمنى ان يرجع كاظمه، يعني نادي كاظمه يرجع يعطي حلاوه حق الدوري، عنده لاعبين محليين ممتازين، عند بس مشكله نادي كاظمه في اختيارهم للمحترفين. ممكن مثل ما قال كابتن جاسم يملك جهاز اداري على اعلى مستوى كاسامي، يعني يعني افضل لاعبين بالوسط اخر سنوات فواز الخيت وبدر حجي وعصام سكين، يعني هذا يعني اساميهم يعني تكفي. فانا اتمنى يرجع نادي كاظمه في نفس ما تعودنا عليهم قبل. طيب ولكن نصر عزيز انا عندي بس تعقيب الله يحفظك على جزئيه الاربع لاعبين اللي تكلمت نعم. فيه نعم. ترى بطبيعه الحال ترى وهذه سنه الحياه، اليوم الجهاز الاداري او اداره الفريق لما يقول لك والله انا بستغنى عن بعض اللاعبين ترى مش عيب ولا نهايه المطاف، وبالعكس هم عطوا. انا اللي ترى اللي وصلني امانه ويمكن كلمت اكثر من 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 من, من, من يعني من لاعب نادي كاظمه، اللي وصلت لان اداره نادي كاظمه اساسا ومجلس اداره نادي كاظمه ما عندهم مشكله ان اللاعبين هذول يعني يطلعون يروحون انديه ثانيه، مو نظام الاعاره على طول. وبالعكس هذا انت اليوم فيه هناك مهنيه واحترافيه بهذا الامر، ولكن انت ما يقدر اليوم يقول لك الاربع لاعبين انا اخليهم بالوقت الحالي والموسم ما انتهى. اذا انتهى الموسم وتم تسجيلهم او مثلا يبي يعيرونهم هناك خطا على 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 مجلس اداره او مثلا على الجهاز الاداري المتواجد مع الفريق. ولكن اذا وهذا الامر اساسا يعني سابق لحديثه لانه ما انتهى الموسم، ولكن عند انتهاء الموسم لكل حاجه راح يبين هل الاداره سواء مجلس اداره او اداره الفريق بيخلون اللاعبين هذول بنظام على طول ان ينتقلون للانديه الثانيه وبطايقهم معاهم. وهذا الان وهذا اللي راح يصير، لان هذا اللي انا سمعته ووصلني. يبقى امر طبيعي لاعبين الاربعه لهم كل الاحترام وتقدير، عطوا من 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 من, من مستواهم وحياتهم ومشوارهم مع نادي كاظمه، ولكن اليوم هذه سنه الحياه، راح ياتي فريق وياتي لاعبين وياتي شباب وياتي على قولتهم مستوى افضل. بطبيعه الحال الفريق الجهاز الفني راح يعتمد عليهم وراح يلعبهم. طيب انا اذكر بس بمباريات اليوم ان شاء الله الساعه 7:05 في مباراتين، السالمية مع القادسية المباراة على استاد ثامر، وكاظمة والنصر المباراة على استاد الصداقة والسلام. أما المباراة الثالثة فستكون بين الكويت والعرب إن شاء الله الساعة 9:15 على استاد نادي الكويت. دكتور جاسم الويدي تحب تضيف شيء أخير؟ والله أنا مستغرب إن نفس التوقيت، يعني مباراتين أساسا السالمية والقادسية والكويت والعربي نفس التوقيت صح عزيز؟ نعم. لا يعني سالمية والقادسية 7:05 وكاظمة والنصر 7:05. اوكي بس انا ابالي ان نفس التوقيت المباراتين المهمتين، لان حرام اليوم لا تحرم الجمهور انه يحضر المدرجات، وهذا احترام نحترمه من قرار مجلس الوزراء، ولكن ايضا بنفس الوقت الجماهير اللي تحب ناديها يتابعون فرقها، وهذا امر طبيعي على الاقل بحد تقدير برشاشات التلفزيون. نعم. عموما ايضا ابو خالد تبي تضيف شيء اخير؟ لا يعطيكم العافيه ومشكورين مشكور. شكرا. نشكر ضيوفنا طبعا عبر السكايبي الدكتور جاسم الهويدي، وايضا اللاعب الدولي السابق الدكتور جاسم الهويدي، وايضا اللاعب الدولي السابق والمدرب الوطني ايضا الكابتن مسعود فريدون.
قبل لا اروح حق فقرتنا القادمه، انا دائما يعني دائما اشيد بعمل الاخوان في اللجنه المنظمه لمونديال قطر 2022 والمجهود اللي قاعد يبذلونه، واحنا سعداء صراحه في برنامج الديربي ايضا ان نقف مع الاخوان في اللجنه المنظمه لهذا المونديال ونساند وندعم هذا التنظيم حتى نجاح ان شاء الله وتنجح الدوحه في استضافه هذا الحدث الكبير. اخر الاخبار المتعلقه في هذه اللجنه، اعلنت اللجنه العليا للمشاريع والارث عن شراكه مع جامعه حمد بن خليفه لتقديم برنامج تدريبي عبر الانترنت بعنوان الاستدامه وتنظيم الاحداث الرياضيه الكبرى، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة من الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. ومن المقرر تقديم البرنامج بالتعاون مع معهد جسور الذي تأسس بهدف بناء كوادر متخصصة في مجال الرياضة وتنظيم الفعاليات في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة إدكس غير الربحية للتعليم عبر الإنترنت. وفي هذا السياق قالت المهندسة بدور المير مديرة الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: حرصنا على مواصلة التعاون مع جامعة حمد بن خليفة بعد النجاح الذي حققته الدورة التدريبية العام الماضي بمشاركة أكثر من 900 متدرب، إذ نؤمن بقدرة بطولة قطر على إحداث نقلة نوعية في طرق مراعاة الاستدامة في كافة جوانب الإعداد لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. خلا أشيد بعمل الإخوان، معهد جسور أنا يمكن شهادتي فيه مجروحة لأن بالفعل معهد يعني المفترض أنه هو نفس المعهد اللي عندنا معهد إعداد القادة، لكن يعني لما تشوف الدورات اللي تنظم في هذا المعهد معهد جسور، العمل على مدار اليوم على مدار الأسبوع مدار الشهر يعني جهد جبار. أيضا خلا أشيد بأختنا المهندسة بدور المير مديرة الاستدامة والبيئة، يعني أيضا أنا دائما يمكن أتابع أخبارها وأشوف مجهودها، وهذه أيضا من الكفاءات القطرية اللي نفتخر فيها. أنا اليوم لما أقول الإخوان في اللجنة المنظمة، الشيء المفرح في هذه اللجنة أن من يقوم بالعمل في هذه اللجنة شباب وسيدات قطر، فهذا الأمر بالفعل يشعرنا بالفخر. فالله يعطيكم العافية وإحنا معاكم مثل ما ذكرت في كل أو أذكر في كل مرة، إلى أن إن شاء الله يعلن الحكم انطلاق صافرة البداية لمونديال قطر 2022، وأيضا نحتفل بالافتتاح ونحتفل بالختام إن شاء الله في الدوحة. خلنا نروح حق مسابقتنا اليومية مع أخونا فرج لهيب، مسابقة كوست مع فرج لهيب، وأخونا فرج اليوم عنده سؤال وعنده فايز كالعادة، نشوف منو اللي فاز وشنو سؤال اخونا فرج. مساكم الله بالخير، اشكر شركه انكوس على الرعايه والجواز قاعد اقدمها واشكركم على تفاعلكم معنا. سؤال حلقه اليوم يقول: اللاعب الملقب بالذهبي، والاجابه لاعب الكبير وائل سليمان، والفايز معنا مريم صالح حسين. مشكورين. شكرا يا فرج، شكرا ليونكوست ايضا على رعايتهم دعمهم لنا كالعاده. ايضا في كل حلقه، مو كل حلقه، تقريبا كل حلقه وترك كل حلقتين نختار حساب في تويتر ونشيد في عطاء في عمله نتمنى ايضا من الرياضيين متابعته. الحساب اللي بتكلم عنه اليوم حساب اخونا بدر الشيباني. اخوي بدر رجل رياضي بالتاكيد وحساب رياضي. يعني الجميل في بدر، انا ليش اخترت بدر؟ اللي يحب الاحصائيات والارقام، لا خلي ساره معليكم، اللي يحب الاحصائيات والارقام بدر يعني مثل ما نقول عن اخونا حسن صبحان ملك التوقعات، هذا ملك الاحصائيات صراحه. يعني شوف اول خبر عنده احصائيه عن الاهلي والهلال، او يحقق الاهلي يحقق اول فوز على ارضه بالدوري امام انديه الرياض بعد 5 مباريات متتاليه لم يدون اي فوز فيها، خسر 3 وتعادل 2، مبروك للراقي. ايضا مو بس ترى الدوري السعودي، حتى ايضا عنده احصائيات عالميه، عنده يعني خل اوريكم احصائيات العالميه ايضا. شوف هني الالماني ناجلسمان يتكلم عن مدرب لايبزيغ، اصغر مدرب يصل
إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا. أيضا متكلم عن نوير. يعني أمانة أتمنى أنكم تتابعون هذا الحساب، مجهود جبار، وتستفيدون أيضا من المعلومات والأحصائيات والأرقام اللي موجودة عند أخونا بدر الشيباني. والله يعطيك العافية يا بدر، وشد حيلك، وإحنا من متابعينك ونتشرف أن نتابعك بصراحة، المعلومات اللي تقدمها والإحصائيات والأرقام. خلوه حق فزورتنا، فزورتنا اللي ذكرناها أمس كان تيشيرت عرضناه للسادة المشاهدين، شوفه مع مخرجتنا. طبعا التيشيرت للاعب إيطالي، وطلبنا منه اللي يعرف اسم اللاعب هو إيموبيلي. مبروك لأخونا المهندس داود الدوسري، هو اللي جاوب صح، وايد جاوبوا صح صراحة، عرفوا اسم اللاعب، لكن بالقرعة فاز أخونا داود الدوسري بالجائزة المقدمة من شركة وينرز العالمية، معقمات هايجين ومياه ألترا. أتمنى تراسلنا على الخاص يا أخوي داود الدوسري وتعطينا اسمك الثلاثي ورقم تليفونك. قبل لا أروح حق فزورتنا اليوم، وصل لي رد طبعا من ناس مصدر في الاتحاد مقربين لأخونا أحمد عقلة العنزي، يقول غير صحيح ما ذكرته يا عبد العزيز، اللي اجتاز الاختبار. أنا ذكرت معلومة وقلت نما إلى علمي أن اليوم اختبر حكم واحد عشان ينجح ويدير مباراة مهمة اليوم في الدوري. طبعا أخونا أبو عثمان يقول غير صحيح، اللي اختبروا أربع أشخاص، اللي تم الاختبار لهم أربع أشخاص، أما بخصوص وكل خميس نسوي اختبار حتى يجتازون الاختبار مع العلم. طبعا مع العلم إضافة أن اختبار الفار غير ملزم، بس أبو عثمان فرض عليهم. هذا الكلام اللي وصل لي. عموما مشكور على التوضيح يا أبو عثمان، أنا حبيت أوصل لك المعلومة اللي وصلت لي وما نقل لي، وبالنهاية أنت مشكور أنك تأكدت من هذه المعلومة ووضحتها لنا. نروح حق فزورة اليوم. فزورة اليوم هي صورة للاعب كويتي، طبعا حاليا ما يلعب، حاليا معتزل، عشان نقربها لكم بعد اكثر من كذي ما ادري. كويتي، لاعب كويتي، لاعب في نادي كويتي بعد ما ادري ايش اقول لكم اكثر من كذي. هو من ضمن الأندية الكبيرة جماهيريا، بعد اكثر منها نقرب اكثر ما اقدر. عاد تمقلوا في الصورة عدل وعرفوا الإجابة. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لرعاتنا وداعمينا شركة وينرز العالمية، معقمات هايجين، مياه ألترا، شكر لشركة انكوست، شكر لطبعا انكوست ايضا الجائزة مع اخونا فرج الفاز معانا، اعتقد سارة او نسيت الاسم، يا ليت الاخوان بس شيء، صالح حسين، مريم، او راح تكون مريم صالح حسين، راح تكون ايضا معاها جائزة مقدمة من شركة ويفز بروتكشن، تستلمينها من الاستقبال في قناة الاي تي في. شكرا للاثنين، انكوست وشركة ويفز بروتكشن. شكرا لنظارات بلازا، شكرا ايضا لدير اندير، شكرا لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيس في الكويت، شكر لي ايضا معرض اسد الملابس الرياضي. نلقاكم باكر، مع السلامة.